الكرة ابتدت والسنترة وفريق كاميرون على شمالك باللبس الأخضر، وادي أول كرة طويلة بيطحر بياسين. أتمنى كده لولادنا التوفيق النهارده عماد سليمان، إنما الباك اليمين بيقطع وسنتر هاف باك لكابتن التيم 14 بيجا للوينج اليمين، إنما نمرة 9 ميلا. ده ميلا بيلعب في فرنسا محترف بدائن، شفناه في كأس العالم برضو في فريق الكاميرون. لما تيجي الصورة كده اللعيبة بقدر الإمكان هحاول أعرفه مع حضراتكم. مبيدا نمرة 8 بيلعبها جوه المنطقة، وإبراهيم وأول هجمة الكاميرون إنما ضعيفة في إيد ثابت البطل. طبعا الماتشات النتائج بتاعت المجموعة بتتحسب، إن كل تيم بيكسب ليه نقطتين، وهياخدوا أول وتاني من كل مجموعة يلعبوا بعض، يعني الأول هنا يلعب التاني في المجموعة التانية، والعكس التاني هنا يلعب الأول المجموعة التانية، والكسبانين يلعبوا بعض في الفاينلز، والخسرانين يلعبوا بعض على المركز الثالث والرابع. وهجمة مصر من ناحية اليمين، زكريا ناصف أعتقد، الصورة الحقيقة بعيد شوية، مع الباك الشمال طبعا في مناورة لأن زكريا عاوز يستفيد بيها، إنما الحكم الله يزمان مدي أوت للكاميرا. تعتبر الصحافة في الساحل العاج إن الماتش ده من أهم الماتشات. زكريا لابس 14، زكريا ناصف فانيلته التقليدية 14، لوكونو واحتياط لوكونو النهارده بيل أنطوان جول المقاولين أصلا كاميرون. انسايد الشمال إبراهيم يوسف، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد، ربيع طاهر بيلعب في خط الوسط النهارده لابس 12 أهو طاهر. تاني ربيع ياسين، ديفنس الكاميرون و لسنتر فيرود ميلا وطويلة، أنا ما غطى علي شحاتة، برافو علي. والربيع ياسين، ربيع ياسين ياخد أوت وينج اليمين لكاميرون. نمرة 14 كابتن تيم الكاميرون بيجا جوه المنطقة، طلعها إبراهيم ترجع تاني لكاميرون لسنتر هاف باك نادايت لكوندي، هتاخد علي شحاته بيجري مع الوينج الشمال ومدي، هنشوف الحكم انه مشاور، يبقى مدي حاجه لمصر، يا فاول قطعا فاول. عماده صدقي بيلعب سنتر هاف باك النهارده قصاد ابراهيم يوسف لثابت البطل. نقلات طبعا في بداية الماتش، لأن باين إن فرقة الكاميرون بتلعب دفاع منطقة في ثلثين ملعب. إبراهيم يوسف، مجدي عبد الغني، إبراهيم لابس 5 إبراهيم وطالع يقطعها سنتر هاف باك كاميرون. الهاف باك 6 كوندي، لعيب كويس شفناه في كانو نيويندي لما لعب مع النادي الأهلي. بالسنتر فيرويد خطيب ومجدي عبد الغني، لوقي غريب لعلي شحاتة، خطير طبعا في اليمين كابتن تيم مصر النهارده يقطعها الباك الشمال. هاف باك الشمال ورا السنتر هاف باك الكوندي، برضه فريقنا لما بنفقد الكوره بنرجع في نص الملعب، لان الماتش الاولاني ده مهم قوي في ان احنا نعمل نتيجه كويسه. الماتش الجاي مع الساحل العاج، وهجمه الكاميرون لعب من ورا عماد سليمان وزكريا ناصف ياخدها، وشوقي غريب لزكريا، شوقي غريب حلوه ناحيه شمال لعماد سليمان 11 عماد بيفوت سليمان كويس وجوه المنطقه والكره العرضيه، انما يقطعها سنتر هاف باك قصيره شويه فات 5 دقائق على الساعه على الشاشه. هجمه ثانيه لمصر، مجدي عبد الغني وعلى يمينه شوقي غريب، عماد سليمان
الكرة لطاهر أبو زيد من بعيدة في إيد لوكونج. إنما ماشيين كويس، والحقيقة برضو الأسامي يعني بقدر الإمكان، هو كوندي لابس 6 معروف الستايل بتاعه، وميلا سنتر فيرويد لابس 9، 14 الكابتن البي أبيجا، وطويلة يسيبها إبراهيم يوسف لثابت البطل. إبراهيم يوسف ناحية اليمين لشوقي غريب، ماشي والله شوقي كويس، والكرة العالية لزكريا ناصف اللي اتنقل جوه، انما تعديه للباك اليمين اللي مغطي لنكونو سنتر باك، طويلة الميلا تقل ناحية الشمال، محترف في فرنسا حمادة صدقي معاه، بابا حمادة نجح، حمادة صدقي في الباك اليمين وفي السنتر اوف باك، ما تروحش لحد غير دفاع كونغو، دفاع اسف كاميرون، اوف باك الشمال، اوف باك اليمين، اعتقد بيلعبوا 4 في نص الملعب، وكورة مبرد على فكرة ثابت البطل. ربيع ياسين ثابت، محمد صدقي لابس 18، ابراهيم يوسف الحكم ما حسبش حاجة على شو غريب، كانت لشو غريب، وناحية اليمين لزكريا تتقطع، علي شحاتة على طول لشوقي غريب اللي ملا مكان الوينج اليمين، وماشي شوقي وجوه المنطقة، انما يقطعها ستة باك طوال، اجسامهم طويلة الابيجا كابتن تيم بيلعب في خط الوسط نمرة 14 لكوندي، هات وخد، انما طويلة يسيبها ثابت البطل وياخد ضربة مرمى. الكاميرون الحقيقة وصلت، كانت كسبت موزمبيق، خسرت الماتش الأولاني في دور 24 3-0 في موزمبيق، وقدرت تعوض النتيجة دي وتكسب 4-0 في الكاميرون. في دور 12 كسبت السودان عندها 5-0 وخسرت من السودان 2-0، فوصلت بفارق الأهداف. ما زالت النتيجة هي 0-0 بين الكاميرون ومصر في تاني ماتش في المجموعة الأولانية، لأن الاتحاد العاج كسبت توجو 3-0، ومصر هجمة قطع كرة من الخطيب باك اليمين لابس رقم 1 6 كوندي، رجع سنتر هاف باك زي ما قلت لحضراتكم، الفرقتين تقريبا لما بيفقدوا الكرة بيلعبوا بطريقة واحدة، بيرجعوا كلهم في نص ملعبهم، وابتدي فراودة مصر تقابل من خط النص، وادي كرة طويلة ناحية اليمين لنمرة 13 ستار فيرويد، انما تخبط في مجدي عبد الغني وياخد اوت الكاميرا. معرفش الحقيقة الصوت، المفروض الماتش يتذاع في الراديو ويتذاع في التلفزيون بصوت الكابتن لطيف، والاوت طويلة اوي جوه المنطقة، انما يطلعها ربيع، وفي فاول لمصر. الحكام برضو ما نعرفش اساميهم، لان قالوا هيخلوا الاسامي سر ما تتقالش غير يوم الماتش الصبح، ما طلعتش على الشاشه اساميهم. وفاول لمصر، ابراهيم يوسف حماده صدقي علي شحاته خط ظهر مصر، زكريا ناصف شوقي غريب، اسف كان لعبها الخطيب زكريا انما تطول، باك الشمال الكاميرون سنتر هاف باك، نيديجيا سنتر هاف باك بتاعهم، الاي بيجا نمرة 14 فوت معاه زكريا، رجعها ورا الباك الشمال سنتر هاف باك، كل فرقة مصر رجعت عند خط النص، الخطيب نمرة 10 جاي ناحية الشمال، وعماد سليمان جوه لعبها الوينج اليمين، راجع السلم بحل عليه الخطيب كابتن مصر لابس 12 الوينج اليمين، رجعها الباك اليمين للسنتر هاف باك، طويلة مش اوف سايد، مش اوف سايد، وبعاوز يفوت، وبرافو حمادة، شكله ستايل حمادة صدقي ده، اتزحلق وكورنر من ميلا، كان حمادة وميلا
ويطلعها كورنر للكاميرون. هلعبها كوندي وعالية وإبراهيم يوسف بدماغه وترجع الباك اليمين، الباك الشمال لكاميرون، ماسكة كورة كاميرون لبيجا كابتن تيم، بلعبها انا مع علي شحاتة، لابس اتنين عالي وياخد اوت علي شحاتة. زكريا ناصف وينج يمين مصر النهارده، لعبها الخطيب قصيره تتقطع طويله تانيه لزكريا، شوقي غريب بيلعبها كويس لزكريا 14، زكريا جاي يفوت وياخد اوت زكريا ناصف. جوه المنطقه بيحاول يرقص عماد انما تتقطع، والسنتر هاف باك نديجيا للوينج اليمين كيب نمرة 12، ابيجا ده نمرة 14 كابتن تيم بيلعب في خط الوسط وطويلة فاتت 12 دقيقة، وما زالت النتيجة التعادل 0-0 بين مصر والكاميرون. ساب البطل ابراهيم يوسف كالعاده، ابراهيم يوسف طاهر ابو زيد، شوقي غريب، طاهر ابو زيد من ابراهيم يوسف ياخد وهيلعبها لعماد سليمان، انما معاه مباسي الباك اليمين وياخد فاول عماد سليمان. لعبها ربيع ياسين وهات وخد حلوة مع عماد، ما يطاح الباك اليمين مباسي ويلعبها للونج اليمين كيب، وكيب لأودو في خط الوسط، برافو علي مغطي كويس، شكلهم بيلعبوا فعلا أربعة في نص الملعب، وميلا ولونج اليمين ده بس، وادي علي شحاتة طويلة ما تلاقيش حد غير السنتر باك دومبي اللي بيلعب ورا خط ظهره، لعبها المبيدة وياخد تاني دومبي طويل، وكرة طويلة ربيع ياسين، عماد سليمان الخطيب لعماد سليمان، بيسقط الخطيب طبعا عشان يبني للخطيب عارفينه هناك في الكاميرون، وهجمة للكاميرون وعلي شحاتة مغطي كويس، تخطف من شوقي ترجع للباك الشمال توبي لأودو للباك اليمين مباسي الطويلة، انما ثابت البطل ما كانتش اوف سايد، ثابت البطل طلع خدها، هنشوف والله الحكم هيحسب ايه. الوينج رايت كيب معاه ما حسبهاش اوف سايد، لعبت لابراهيم يوسف ربيع ياسين، طاهر ابو زيد بيلعب في خط وسط مصر النهارده طاهر، وطويله لعماد انما يلحقها نيجيا ويرجعها لنكونو، توماس نكونو جول كيبر كاميرون، بالاعاده ببطيء الصوره للكره اللي فاتت، لسه التعادل 0-0 بين مصر والكاميرون في اول ماتشاتنا النهارده في المجموعه بتاعتنا، وبرضه اول ماتش الكاميرون. ابراهيم يوسف تعدي شوقي، تعدي طاهر وتروح لعماد سليمان، ومعاه الباك اليمين مباسي يطلعها اوت لمصر، لابسين فانيلات خضراء وشورتات حمراء واحنا لابسين احمر، وادي عماد سليمان بيرجعها ربيع، وربيع بيمينه حلوه جوه المنطقه انما يطلع دومبي، وترجع تاني مجدي عبد الغني
شوقي غريب ناحية اليمين لزكريا ناصف، إنما الباك الشمال توبي على طول يحط رجله وياخد آوت زكريا ناصف. علي شحاتة هو اللي هيلعب الآوت، لعبها لزكريا حلوة وزكريا ردها له كويسة. يلا علي جوه المنطقة وزكريا ناصف، يا خسارة لو اتلعب مع عليها زكريا، كانت فرصة كويسة يطحها دومبي سنتر باك وطويلة لأودو ناحية الشمال كورنر للكاميرون. هجمة هنا وهجمة هنا، كانت فرصة لزكريا لو لمها كويس ولعبها حلوة أوي لعلي شحاتة، وعلي لعبها له كويس. مبيدا هيلعب الكورنر، طاهر ابو زيد يرجعها الباك اليمين مباسي في ايد ثابت البطل، ثابت لحماده صدي لابس 18 حماده، ربيع ياسين ثلاثه. ما بينناش الاحتياطي بتاع تيم مصر النهارده، طاهر ابو زيد 12، ربيع ياسين، طاهر لما يقطعها كابتن تيم الكاميرون. بيجا لابس 14، ربيع ياسين، طاهر ابو زيد، الله تاني بيجا اوت. والله انا شايف ان ممكن لو شويه سرعه بس نقدر نضغط ونخلص، انما قطعا الوقت الاولاني في الماتش ده بيني وبينكو برضو بيبقى فيه اعصاب اللعيبه، بيبقى فيه حذر شويه ومش عاوزين طبعا يخاطروا بأي غلطة. لما اللعب يمشي أعتقد إن في فرصة كويسة لينا والله. واتلعبت الخطيب وتتقطع، والباك الشمال توبي وتقطعها علي شحاتة وماشي علي كويس. يلا علي وبيرقص وبرجله شمال، صعبة الشط من هنا علي، كانت لازم تترفع. بيخش زكريا ناصف جوه، بيسيب مكانه ويملاه علي شحاته، عمل كورتين بالشكل ده وقدرنا نوصل بيهم. يعني اي تحركات سليمه احنا بنعملها في فرصه لينا كويسه قوي ان احنا نوصل لنكونه جول الكاميرا. لعبها نكونه للباك الشمال توبي للسنتر باك دومبي لنيجيا زميله قدام لميلا نمره 9، ده ميلا لعب في كاس العالم، رجعها ورا الكوندي على علي مجدي ويفوت الكاميرون من ناحية الشمال، وكورنر للكاميرون. إبراهيم يوسف حط رجله في توقيت كويس وكورنر للكاميرون. رجعها ورا لكوندي والحكم مدي كورنر تاني على ما اعتقد، كورنر تاني لكاميرون. بيجا هو نمرة 14 اللي جايب وشه، وكوندي يرفعها جوه المنطقة. لسه ظاهر موقف اللعب لان باين فعلا انه هيعيد اللعبة، اللعيبة متحركتش. مفيش ولا مرة الكاميرون بالرغم انها وصلت لكأس العالم خدت بطولة الأمم الأفريقية، في تاريخ البطولة ما خدتهاش ال 14 مسابقة اللي فاتت، إنما مصر كان ليها الشرف مرتين. والكورنر جوه المنطقة ويطلعها طاهر أبو زيد وترجع تاني للباك اليمين، إنما في أوفسايد، إنما أوفسايد ولا إيه؟ فعلا أوفسايد، أوفسايد باينة قوي لمصر، كويس التحكيم ولا الواحد بعيد عنهم، إنما فعلا شعورنا وشكل اللعبة أوفسايد. ثابت البطل ابراهيم يوسف، فراودة الكاميرون بترجع برضه، فبتسيب الاربع باكات بتوعنا ينقلوا لغايه التين الملعب ويبتدوا يقابلوهم. حماده صدقي ورا ثابت البطل، ابراهيم يوسف تاني نفس اللعبه،
هنشوف الموقف ده كتير من الفرقتين. شوقي غريب، ابراهيم يوسف تعالى على ميلا لشوقي غريب وطويلة، انما الحكم ما حسبش حاجة، حسب ايه؟ مدي فاول لمصر اعتقد مجدي عبد الغني ده اللي كان داخل. هنشوف مين ده، والله مجدي فعلا بستايل اللعيب يعني كده بيبان الواحد بيحس بيه. فاول لمصر وابراهيم يوسف، حلوه لشوقي غريب بيتحرك كويس والله شوقي، وبس اتقطعت منه رجع تاني على شحاته يرد. محمد صدقي ميلا بيسقط، ميلا نمره 9 بيلعب في نادي باتسيا في فرنسا، نادي باستيا و14 ابيجا كابتن تيم. الباك اليمين مباسي حل عليه خطيب بيلعبها هناك ناحيه الشمال، اودو وباك شمال بيملى مكان الوينج الشمال، رجعها ورا توبي وطويله ما تلاقيش غير علي شحاته بالعقل الثابت البطل. الفرقتين كبار ويهمهم كل فرقه النهارده ما تخسرش عشان ما تشد بعد كده، في وجهه نظرهم اسهل قطعا ساحل عاج وتوجو، والفرق الكبيره المحترفه بتفكر التفكير ده. دايما شفنا في كاس العالم بولندا والمانيا حاولوا يتصادرون اول ماتش مع بعض، وادي ابراهيم يوسف يعني ما فيش مخاطره، اذا كسبوا ما فيش مانع، انما ما فيش مخاطره في تامين الدفاع ابدا. ترجع تاني ابراهيم يوسف 22 دقيقه على الشاشه ما زالت النتيجه 0-0 ومفيش هجمات خطر للفرقتين. خطيب اضطر يرجع ورا 10، خطيب وحشه طاح حميله لعبها لونج شمال، هات وخد تروح للنمره 12 اللي بيتنقل كان ناحيه اليمين هنا وراح ناحيه الشمال اللي هو كيب. برافو مجدي يرد يعني دفاع الكاميرون وفاول للكاميرون. ما زالت النتيجة بين الكاميرون ومصر 0-0، وزي ما قلت لحضراتكم الماتش اللي قبل كده في نفس المجموعة ساحل العاج كسب توجو 3-0، طبعا نتيجة كبيرة قوي لصالح ساحل العاج تلعب في ملعبها. كوندي نمرة 6، لعيبة كويسين، كوندي كمان لعب في كأس العالم كاميرون، هو اللي هيشوط ولا هيسيبها المبيدة؟ شكل عماد سليمان والله نمرة 8، شاطها فوق فوق، لو سابت البطل يعني الكور دي مش معقول تخش فيه، مسافة بعيدة. وزي ما قلت لحضراتكم ان البطولة دي ال 14، والكاميرون للصدف الغريبة لا الكاميرون ولا تونس ولا الجزائر الفرق الكبيرة دي ما كسبتش بطولة افريقيا، مسابقتها المسابقة صعبة فعلا، انما مصر خدتها 57 و59. وادي ابراهيم يوسف اعتقد ده علي شحاته، الصورة بعيدة الحقيقة شوية، ورا سنتر باك نيجيا لطويلة ما فيش غير ابراهيم يوسف، وعلى طول اول ما بتضيع منهم الكورة بيرجعوا ثلثين ملعب. ربيع للخطيب ساقط خالص خطيب عشان يهرب ويبني، هنشوف هيقدر ينجح في المأمورية دي، تخطف منه طلعها عفيجة. ربيع ياسين 3، تاني طاح عفيجة وياخدها ماشي، هو بيجا نمرة 14. شوقي غريب 8، شوقي برأس لما بيجا يخطفها، روح تاني ابراهيم يوسف لعبها وحش لنمرة 13 هاف باك اليمين. ال 12 اللي اتنقل هناك وبيلعب فرويد مع ميلا اسمه كيب، ال 6 كوندي ورا لنمرة 4 نيجيا طاحها كويس قوي حماده ل شوقي غريب، وشوقي غريب طاهر ابو زيد، شوقي غريب 8، طاهر ابو زيد خد طاهر، يلا يا طاهر خدها منه سنتر باك والحكم بيقول العب نتيجه، انما برافو مجدي عبد الغني يقاوح مع الراجل والحكم مدينا فاول ولا لينا هيبان.
هنشوف مين دي فعلا راجعين. فريق الكاميرون يبقى الفاول لينا في حتة كويسة والله. الفاول ده الصورة بس تبين لنا خط ال 18 كده عشان نشوف ان كانت في حتة قريبة لللاين زمان، مش باين برضو خط ال 18. عندنا طاهر بيشوط كويس ومجدي عبد الغني، واتلعبت هي مش باين مين اللي لعبها، الصورة اتأخرت شوية. وناحية اليمين وكرة حلوة وملعوبة بالعرض، يا خسارة علي شحاتة، خسارة علي شحاتة، بيوصل لنقط كويسة. واللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة بتفرق قوي معانا، مرتين جوه ال 18 وماشي. اودو يقطع ربيع ياسين لربيع لأبيجا، قطع تروح لأبيجا للسنتر باك نيجيا، تاني يقطعها الخطيب اللي راجع ورا وبيلعبها طويلة لنكو، هيسيبها فعلا سابها برضو تضيع وقت وخد ضربة مرمى. ما زالت النتيجة التعادل 0-0 بين مصر والكاميرون. احنا كنا لعبنا الكاميرون ثلاث مرات ماتشات حبي، مرتين في الكاميرون تعادلنا 1-1 وخسرنا 2-0، وعملنا ماتش كبير قوي قوي معاهم في المحلة وكسبنا 4-0، وكانوا جايبين لقطات منه في تلفزيون ساحل عاج قبل الماتش ده. طاهر ابو زيد، ربيع ياسين لعبها وحش ربيع، يقطعها دومبي ورجعها لتوماس نكونو، بيلعب في اسبانيول، نادي اسبانيول في برشلونه، محترف بعد كاس العالم اللي فات. لما بيدا لاودو لميلا هتاخد، طلعها ابراهيم يوسف، ترجع تاني ناحيه الشمال لاودو، كورنر للكاميرون. من شكل لعب ميلا ده ابو دقن لابس 9 وفانيلته بره، كورنر للكاميرون، هيلعبها بيجا نمرة 14 كابتن تيم الكاميرون. لسه بيقول له الحكم العب وجوه المنطقة، لما يطلعها مجدي وترجع الربيع يطلع سنتر هاف باك نجيا وياخد اوت فريقنا. ربيع، ربيع ياسين بيلعب طاهر ابو زيد، بكعبه حلوة الربيع، اسرع شوية لطاهر ابو زيد بيرقص كويس، تلاقي ربيع ويلا ربيع، وربيع ماشي وكرة بقى الحلوة العرضية تعدي انما مطوحة شوية، تلاقي مين؟ زكريا ناصف اعتقد، وزكريا ناصف انما مدي اوت ضربة مرمى. انا كنت فاكر انه هيحسب حاجة، انما هجمة كويسة لما بنتحرك بنوصل في منتهى السهولة عن طريق الاطراف. مجرد ربيع وطاهر عملوا كومبينيشن كويس مع بعض وصلنا، بس المتابعة من هناك لازم تكون احسن من كده. نقي مكان كويس زكريا عشان يقدر يشوط على طول. كاميرون دومبي بينقله لان فريق مصر كله ورا. لبابيدا تاني لنيجيا ورا لدومبي، كوندي ستة لنيجيا، بيوصلوا طبعا للسنتر ما بيلاقوش مقاومة لان فرودتنا بترجع لغاية خط النص، بعدين بتتقطع منهم على طول ما بيقدروش يضربوا الزون بتاعنا. وادي ربيع ياسين بيلعبها كويس لطاهر، يلا طاهر اهي حلوة الربيع زي ما بقول لحضراته، سهل قوي نوصل من الحتة دي. والعماد سليمان اللي كان داخل جوه اتحرك كويس عماد، انما لعبها وحش. يروح الباك اليمين مباسي وترجع لابيجا ورا لتوماس نكونو جول كيبر الكاميرون.
زي ما بقول لحضرتك باين يعني ان الفرقتين مش عاوزين يخسروا، فرقتين كبار مرشحين للوصول، فيقول لك احنا لو ما خسرناش الماتش ده طلعنا درون، بعد كده احنا وشطارتنا مع الفرق التانية. ودي كوندي هاند بول على ما اعتقد ان سابها لابيجا، انها جت من عماد سليمان لابيجا نمرة 14، لعيب كويس علي شحاتة، مجدي عبد الغني، شوقي غريب، ثمانية شوقي، شوقي تقطع من شوقي ترجع تاني طاهر ابو زيد، بنفوت احنا من الناحيه الشمال دي لو في تركيز عليها شويه، ربيع ياسين ويعمل مجهود شويه طاهر ابو زيد، ايوه اهي 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 برافو طاهر ابو زيد وجوه المنطقه، زي ما بقول لحضراتكم يقطعها لو عدت في منتهى الخطوره، لو تكمل من ناحيه الشمال بتاعتنا يعني اليمين بتاعتهم في منتهى السهوله ان احنا نوصل لو طاهر وربيع ومعماد عملوا الكام لعبه اللي حافظينها دول. يقطع لشحاتة بيضم جوه لعبها لزكريا، بقى له فترة زكريا بيلعب ستار فيرويد في 31 دقيقة والنتيجة التعادل 0-0، وهات وخد وزكريا ناصف ماشي وبيلعبها تاني هات وخد، انما طويلة شوية اعتقد على زكريا ناصف، ياخدها توماس نكونو للباك الشمال بتاعه توبي، توبي المبيدة خط الوسط وطويلة لميلا وماشي بيرقص ابراهيم يوسف معاه وطويله يسيبها ثابت البطل وياخد ضربه نقطه. الحقيقه يعني الواحد بعيد عن الملعب، انما اللي انا شايفه ان الناحيه اليمين بتاعتهم في منتهى السهوله ان احنا نزيد فيها ونوصل عن طريقها، بس بقى لازم في اللمسه الاخيره كويسه ومتابعه كويسه من الناحيه اليمين. ربنا يسهل كده ونوفق في الكام لعبه دول ونجيب سكور. سنتر باك نيجيا ورا لدومبي، نيجيا تاني نمرة 4 ليابيجا، في اوفسايد دي ولا مفيش؟ مفيش اوفسايد، محمد صدي برافو يا حماده، مع ميلا بيلعب مع منتومان نفس حركاته في كاس العالم ميلا، يعني كرة تطلع بره بيعترض على الحكام، محترف بقى وشغل شغل الاحتراف ده ليه دور كبير في الماتش. بين عشاشة مبيدة نمرة 8 اسمه علي شحاتة بياخد من ابراهيم يوسف والشاوي العلي لشاوي غيب لزكريا الشوقي وشوقي داس كويس وماشي، انما معاه نيجيا، نيجيا اطول خطوته اطول، رجعها لنكونو، فيهم برضو اجسام طويله كتير وخصوصا في الديفنس ورا. بيدا نمرة 8 لعيبة كويسين بتاعتهم خط الوسط، حكم مدي فاول علي شحاتة، مدي فاول لينا، مدي فاول لينا للخطيب، واتلعبت من لعلي شحاتة لمجدي عبد الغني لعلي، الحق علي يرجعها ورا لزكريا، زكريا الشاوقي تاني علي شحاتة، تخطف من علي شحاتة، اعتقد زكريا ناصف، لا علي شحاتة فعلا، علي شحاتة الباك اليمين اتخطفت منه الكورة ويقطعها ابراهيم يوسف، ترجع تاني لكيب، جون كيب لابيجا نمرة 14 لما بيدا لميلا تخط طويل نمرة ربيع سين برافو ربيع، ثابت البطل حمادة صدقي، نفس اللعبة لطاهر أبو زيد بيلعب ومشي ربيع ياسين، الجو الحقيقه فعلا حر يمكن انتم مش حاسين بيه هنا واحنا مش حاسين بيه، ودرجه الرطوبه عاليه جدا، فدي لها تاثير قطعا في مجهود اللعيبه، والرطوبه قطعا بتسقط بالليل، يعني الرطوبه بالليل اكتر من الصبح. وفاول لمصر، هجمه كانت كويسه طاهر ابو زيد، اول مره طاهر يشرق قدام، تعبت الشاوي غريب، شيء غريب لطاهر،
ستار بقى اشول جه ناحيه اليمين، هنشوف هيعمل ايه. تاخد منه فعلا فاول للكاميرون، توبي الباك الشمال لأودو وخدها منه، بينادوله بيقولوا له غير اللعب هناك، لعبة لمباسي لابس رقم واحد، نيجي لمباسي تاني لكيب 12 بيفوت وبنفرد وبنفرد وبنفرد. برافو يا ثابت، برافو يا ثابت، مش ممكن، كورة في منتهى الخطورة فات بيها كيب اللي بيلعب فيرود مع مين، لا وخرم من ديفنسنا وثابت انقذ جول اكيد، جول اكيد، برافو يا ثابت. فات من فينس ازاي كده مش عارف، واتلعبت من ربيع لزكريا وزكريا لشوقي غريب، اهي اهي تاني بيعيدوها وحاولوا يقصونا، ما فات فات وبيحطها، برافو يا ثابت، برافو يا ثابت، جول اكيد 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 من كيب يطلعها ثابت البطل. توماس نكونو ممكن اخطر هجمه في الماتش لغايه النهارده لان كان فيها افراد. مبيدا لاودو، مبيدا تاني لما يطاح شوقي، مجدي عبد الغني، علي شحاته 2، زكريا ناصف 14، زكريا، مجدي عبد الغني 9، طاهر ابو زيد 12، الخطيب 10، طاهر ابو زيد بيرقص طاهر لما تتخطف منه، في فاول لصالح، في فاول لصالح، والله كويس ده تصفاي الحكم شكله كده، تصفاي فعلا هو الحكم بتاع الحبشه، يعني الصوره ما بتقرب بقدر الامكان لان ده حكم لنا هنا في مصر كتير من حكام كويسين حقيقه. تصفاي هيعملوا فيها ايه الكره دي؟ الخطيب بعيده شويه، خطيب وادي شوقي غريب بيتفوا، وادي ميلا نمره 9 راجع الخطيب وبيلعبها حلوه، انما هاند بول هيحسبها اوف سايد ولا هاند بول؟ هيبان فعلا حسبها لسه لسه، هم طبعا كبروفيشنال هو خد انذار على انه مسكها بايده وخطا، هحسبها هاند بول ما دام اداله انذار يبقى احسبها هاند بول. كرة ملعوبة فكرة كويسة قوي، الخطيب عاملها تشيبينج كده من فوق الحيطة لشوقي المنطلق، فمسكها الراجل بإيده قبل ما تعديه، انذار فعلا. تصفاي مدي انذار او الانذار في الماتش ان حاش لعبة خطر، والمرة دي بقى من قريب من على خط منطقة 18، اهي 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 ضاربهم وطالع اوف سايد، هو كان فاكرين ان هو اوف سايد انما هي مش اوف سايد، فمسكها الراجل بإيده وبحدقه كده يعني راح مثبتها يعني اوف سايد ويلعب، انما تصفي صاحي واداها هاند بول لمصر. يلا خطيب سابها لطاهر ابو زيد بشماله انما فوق فوق يا طاهر. ان شاء الله برضو التلفزيون بكره هينقل لكم الساعه 6 ماتش غانا ونيجيريا في اول ماتش في المجموعه الثانيه. المجموعه بتاعتنا دي تلعب فيها ماتش ساحل عاج وتوجو، ساحل عاج كسبت وده تاني ماتش، بكره ان شاء الله التلفزيون هينقل الساعه 6:10 ماتش غانا ونيجيريا من هنا من الاستوديو. ماشي الكاميرون مبيدا لعبها الاودو وياخدها تاني وبيشوط من بعيد، انما والله ماشيه سريعه فوق العرض، انا ثابت معاها. اخر دوره افريقيه بطوله امم افريقيه كانت من سنتين لان المسابقه دي بتتعمل كل سنتين، كانت في ليبيا 82 وكسبتها غانا، اكتر دوله خدت البطولات غانا، فدخلت البطوله دي بدون اي تصفيات، مصر ما كملناش لظروف سياسيه ما كملناش في الدوره اللي فاتت. اتلعبت من ثابت ابراهيم ما يقدرش يعمل احسن من كده.
تاني نكمل. الحقيقة كان صوت الكابتن لطيف جه، انما اعتقد الصوت مش واضح قوي، ففاول على مصر. وهنكمل من هنا، مبيدة بيلعبها انما ترد وبيلعبها تاني جوه المنطقة وبدماغه انما بره. الحمد لله بره، ضربة مرمى لمصر. تقريبا فاضل 4 دقايق. صفاي بيبص في ساعته، زكريا ناصف، ما حدش معاه، وصفر صفر اهو كاميرون ومصر. والباك الشمال توم بيقطعها ويلعبها لأودو، لميلا نمرة 9 بيهرب زي الخطيب بيسط، هو برضه بيهرب مع مجدي عبد الغني، وبيلعبها لكيب اللي انفرد الكرة الخطيرة قوي، اتلعبت ناحية الشمال. 42 دقيقة اهو فاتوا وفاضي خالص، بيلعبها جوه المنطقة. برافو طاهر ابو زيد بدماغه، تروح لحشاوي غريب، شاوي غريب انما يطلعها حماده صدقي، يرجع لابيجا، ابيجا 14 وبيلعبها كره حلوه قوي ناحيه الشمال فاضي خالص، انما الحكم مصفر اوف سايد. اوف سايد على ما اعتقد، اوف سايد. ده التحكيم ماشي كويس قوي قوي قوي. ابراهيم يوسف مكونه كان خد احسن لاعب في افريقيا السنه اللي فاتت فرانس فوتبول، السنه دي الخطيب خدها. وزكريا حماده ورا وثابت البطل، حماده صدقي 18، ابراهيم يوسف 5، خطيب 10، تاني حماده صدقي نفس الموقف اللي قلت لكم عليه. هما ما بيحاولوش يهجموا على الاربع باكات بتوعنا غير في نقطه معينه، زي ما هم واقفين كده نمره 12 و9 ميلا وكيب، واحنا طبعا بنستهلك الوقت زي ما قلت لحضراتكم. الدرون للفرقتين طبعا، المكسب ما فيش احسن منه، انما الدرون للفرقتين كويس ان الفرقتين هيطلعوا، ما خسروش بدري لان ساحل العاج واخده نقطتين، هم وشطارتهم بقى مع الفرق التانية. واوت لكاميرون في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بين مصر وكاميرون في أول ماتشاتهم في الدورة الإفريقية، نهايات الدورة الإفريقية الـ14. نفس الكلام، هما بينقلوا، اتخطفت اهي المرة دي. يلا يا خطيب، يلا يا خطيب، ها ها فات كويس الخطيب وداخل، اول ما في زحلقة واقع ما فيهاش حاجة هيقول الحكم. وأبيجا لو شد شوية الخطيب، وتاني أبيجا نمرة 14 مع مجدي عبد الغني، وفي صفارة 44 دقيقة و 31 من 100 35 ثانية، 44 دقيقة و 37 ثانية، 38 ثانية، يعني تقريبا في آخر دقيقة في الشوط الأولاني. خطيب مجدي الخطيب وبيفوت الخطيب، ورجعت له تاني يقدر يفوت، انما معاه السنتر هاف باك نيتجيا كويس، ولعبها للباك اليمين مباسي وطويله الكيبر. فروت خطر، فروت خطر، برافو يا حماده، برافو يا حماده، حماده صدقي كورنر. كان فات الراجل ده مره لثابت البطل انفرد، وثابت البطل انقذ جول اكيد. بيلعب هو وميلا اثنين رؤوس حربة، وبيتحركوا ناحية اليمين والشمال، وبيلعبوا أربعة لعيبة في نص الملعب. أدي أبيجا كابتن التيم من 14، برجله الشمال على الأيمن قريب، برافو يا ساب، برافو يا ساب، توقيت كويس وعينه كويسة على الكورة. وعلى طول ربيع ياسين
ويصفر فعلا تصفاي بانتهاء الشوط الاول بين مصر والكاميرون في اول ماتشاتهم اللي بتتلعب في استاد ابيديجان، وانتهى الشوط بالتعادل 0. كانت نتيجه الشوط الاول التعادل 0-0. على يمينك الان فريق الكاميرون، على شمالك فريق مصر. وابتدا الشوط الثاني، وكرة مع نمرة 4 نجية. بترجع للسنتر هاف بتاعهم نمرة 4 نجية. الكرة في نص الملعب، الكرة في نص الملعب، خدوها ويلعبها للإنسايد نمرة 9، بيحل عليه ربيع ياسين يوديها أوت، ربيع ياسين بيوديها أوت، والأوت في نص ملعب مصر، من ناحية الشمال ناحية ربيع ياسين، هيلعبها، اللي مفيش تغيير حصل من لعيبة مصر. تاني بياخدها الانسايد يديها للوتري بتاعهم، والانسايد اللي بيفوت من واحد ويديها بتمرة 9 بتاعهم روجيه ميلا بره اوت واوف سايد. فيه ثابت البطل يديها لحماده رضي على اليمين، بيشوط الحكم بيقول العب نمرة 9 عبد المجد عبد الغني وقع في الارض، وتتلعب في 6-0 تلعب بره. الكرة بره كورنر، ودي كورنر السبعة على مصر، كان في 6 كورنر اول اطلعت، 5 من ناحية الشمال وواحدة من ناحية اليمين، ودي من ناحية الشمال، واتلعبت اوفر، يطلعها ابراهيم يوسف بيستقبل لانه طويل، تروح لنمرة 8، نمرة 8 بياخدها ويديها السبعة، سبعة الوينج اليمين اللي باك اليمين توبي يلعبها طويلة قدام، تروح إلى أوف سايد داخل منطقة الجزاء، إبراهيم يوسف، إبراهيم يوسف يرجعها إلى ثابت البطل، إلى حمادة صدري. حمادة صدري إلى 14 زكريا ناصف، زكريا ناصف في نص ملعبه بيلعبها طويلة للخطيب، ترجع طويلة ثانية نمرة 15 للميدية. ثابت البصل على طول، ثابت البصل طويلة لعبها حلو قوي زكريا ناصر، شوي غريب، شوي غريب على خط الصفر، بيلعبها إلى ماشي ربيع ياسين ناحية الشمال، وطويلة عند زكريا ناصر تروح للجول لكولو. نزلت النتيجة 0-0، وبنلعب في الشوط الثاني بقى لنا 3 دقايق، والاطفال اللي بيلعبوا ثابت البطل علي شحاته، ابراهيم يوسف، حماده صدري، ربيع ياسين، شوقي نريم، مجدي عبد الغني، طاهر ابو ليل، زكريا ناصر، محمود الخطيب، امس سليمان. الكوره مع السنتر هاف بتاعهم في الزايده، ولعبها طويله لقدام، راحت علي شحاته، علي شحاته شويه الافتتاح حصل الساعة 3، وكان رئيس الجمهورية هنا وعملوا عروض لنص الساعة، واتلعب ماتش لوجو مع الساحل العاجل في الساحل العاجل 3-0. كرة معاهم في نص الملعب، في نص ملعب مصر، ويلعبها طويلة قدام، هاتوا كل بترجع تاني يطلعها حمادة صبي، بترجع للزايد، والزايد بيطلعها تاني للباك اليمين، والباك اليمين بيعدلها نمرة 8، وبيلعبها للباك اليمين اللي طالع قدام خالص، وبيلعبها خطرة خطرة، ابراهيم يوسف بيلعبها، وبرافو شوقي غريب بيصلح برضه. ثابت البصل ترجع له كوره،
درجة البطة لسه ماشي وهيحصل خط الذكاء. اللاعب ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف تتاخد من قدام وياخذها عماد سليمان ويلعبها ترجع له ويلعبها طويله الى طاهر ابو زيد، تروح طويله يلعبها الجول. باك اليمين بتاعهم يلعبها للهطاك متريح في نص ملعب الكاميرون، يلعبها طويله وسياخذها شوي غريب في نص الدايره، وشوي غريب هيلعبها قدام لعبها ناحيه الشمال وخد على طول لعماد سليمان مع اثنين، بيلعبها الى الخطيب والخطيب بيلعبها في النص ما حدش قريب، تروح ياخدها الباك ويمشي قدام ويمشي قدام ويمشي قدام، بيعدي خط السنتر بيحل عليه مجدي عبد الغني، يرقص ويلعب وياخدها تاني ويلعب يلعبها ورا وكره في نص الملعب معاهم، وبيلعب لونج شمال علي شحاته سايبه هيحل عليه علي، هيحلق رقص علي خدها منه زكريا ناصر، زكريا ناصر بتاع العالي جنب الخط بتاع السفر جنب الخط بتاع الجانبي، وطلع علي شحاته لعبها طويله مش لحد ابدا، النمره 18 بيليا لوحده خالص خالص وهيلعبها على يمينه، و الكابتن بتاعهم نمره 14 طبعا أبيجا ترجع ورا لجول لوكونو، لوكونو لوكونو ستة. احنا زعنا كل الشوط الاول من هنا لكن الظاهر الصوت كان عليه كراود نويز اكتر من لازم، قالوا لي ان ما سمعناش، فاحنا نرجو ان الهفتايم ده كله سامعنا. بياخدها طاهر ابو زيد ويمشي وهيلعبها في لونج شمال بعيده 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 بعيده، ما ياخدهاش عماد سليمان ياخدها الباك، هذا الباك وده جنبه زومبي وطلع من خط الباكات ومشي وبيلعبها تفوت من جنب الخطيب تروح الى طاهر ابو زيد يصلحها فريق الكاميرون اوت، والاوت بتاعتنا من نص ملعبنا بتتلعب لابراهيم، محدش داخل على ابراهيم، محدش داخل على ابراهيم، ترجع من مجدي عبد الغني في الصد وترجع ياخدها الانسايد ويمشي 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 ويمشي، علي شحاته بيحل عليه يلعبها دورارا الاثنين هات وخد، بياخدها حماده صدقي وثابت البصل بيرد عليه رجع لثابت البصل. اتلعب ثاني هاف تايم سبع دقائق ثمان دقائق دلوقتي ولا زالت النتيجه التعادل 0-0 بين مصر معاها الكوره ومع ابراهيم يوسف وكاميرون اثنين من غير ما نبص. خدها نمره 18 من عندهم عودوا 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 وديها للكابتن بتاعهم نمره 14 ابيجا طويله لونج الشمال فاضي هيقدر يلعب علي حدا برافو حدا علي حدا علي ولسه ولسه وياه علي مستني جاب اللايه خلاه رجع لورا خلاه رجع لورا خلاه رجع لورا واداها على خط السنتر ورا اداها النمره 4 نجيا بترجع ورا ياخدها نيجيا نمرة 4 ويلعبها طويلة بره نمرة 9 شاف روجيه ميلا شوطة وحشة قوي على شمال ثابت البطل. فات حوالي 10 دقايق الا شوية ثواني كده والنتيجة لا زالت 0-0 اللي معانا في المجموعة الأولى دي للعكس هدف نقطتين من توجو غلبتها 3-0 انما بكره هيتلعب المجموعه الثانيه اللي بتلعب بره ابيجان. ابراهيم يوسف لغايه دلوقتي بيحاولوا يشوفوا لنا ان احنا نقدر نذيع من هنا الماتش بتاع بكره ما كانش هدف. ابراهيم يوسف برافو بره شوف العاده دي خد بالك نمرة 9 بيعمل ايه اهو اهو هيديها له ثرو اديها له ثرو فاتت من بويه فاتت
بيرجعها أمي عدلها عليه وهو فوق الخشبة. ثابت بيحاول لكن هي عالية. الكرة كورنر 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 تاني كورنر لمصر تاني كورنر لمصر من ناحية اليمين. وزكريا ناصر داخل جوه نمرة 14 اهو وجاي عماد سليمان عشان يلعبها تعمل اسكرو. الاحتياطي هقول لكم عليهم اكرامي بس لما يلعب الكورنر لعماد سليمان هيلعبها بيمينه. عماد سليمان نمرة 11 راحت كوبا تقع من ايده الجول ويرجع يمسكها تاني. ربيع ياسين الكرة توصل له توصل له عاوز يكتبها تبقى اوت اوت بتاعته اوت بتاعته ربيع ياسين. الاحتياطي بتوع مصر النهارده اكرامي وبدر حامد ومحمود حسن ومحمد رضوان وناصر محمد علي. ما غيرناش احنا حد ولا هم حد. عماد الامام ماشي من ناحيه الشمال بيشنك ويقع في الارض يمكن اوت ويمكن فاول لكن انا شايف ربيع ياسين رايح عشان يرمي الاوت. عماد سليمان ادهاله لا ادهاله يرميها هيرمي الاوت ربيع ياسين لعبها عماد سليمان بينط عالي كاميرون خدها مستريح ورجع لورا محدش هاجم عليه محدش هاجم عليه رجعها ورا للجول بتاعه. محمد رضوان بيسخن نمرة 13 نمرة 13 محمد رضوان بيتدخل هينزل بدل مين هنعرف. الكرة مع مصر الكرة مع مصر ومشي من واحد واثنين وثلاثة وتشنكل وتشنكل فاول فاول في صالح مصر. قوم يا بطل قول معلش. شوقي معلش طاهر ابو زيد قوم لان الخطيب يمكن هو اللي هيغير مع الخطيب بيغير نمرة 10 مطلوب تغييره. الخطيب طالع هو وهينزل بداله محمد رضوان. محمد رضوان نازل محمد رضوان نازل والخطيب طلع كابتن الخطيب طلع وبيدي علامة الكابتن لثابت البطل يبقى هو كابتن الآن بعد نزول محمد رضوان. ولا زالت النتيجة 0-0 وفات 13 دقيقة من الشوط الثاني. الكرة معاهم على حافة الدايرة بيلعبها لنمرة 4 نمرة 4 بنجا بيرجعها ورا. ناصر محمد علي اللي نزل ناصر محمد علي اللي نزل مش محمد رضوان. ناصر محمد علي اهو رجع ناصر محمد علي خدها دلوقتي اهو شفته جا جنبنا في الناحية اليمين. ناصر وإداها عماد سليمان وفي فاول في طالع عماد سليمان وصاد خط البكات من ناحية اليمين. طبوي ناصر محمد علي ناصر محمد علي نزل وطلع الخطيب والحكم ضاي بيكلم المساعد بتاعه و هيلعب بقى العب يسوي احسن يندرك لعبها يسوي ابراهيم يوسف قدام ابراهيم يوسف هوبا لعبة سليمان لعبة سليمان عليك اهو ناصر محمد علي اهو اللي نزل نمرة 13 ادونا نمر الكرة بتستعد وياخدها تاني نكونو طويلة لعبة نكونو في نص ملعبنا
وحماده صدقي بيشترك بيهوشه اللاعب نمره 9 ويديها ستة كوندي وتتقطع خش عماد تروح من عماد لكن ربيع ياسين بيغطيه وياخدها في نص ملعبه جنب خط الشمال ويمشي ربيع ياسين ويلعبها طويله قدام زكريا ناصر دخل دلوقتي بعد ما طلع طبعا الكابتن الخطيب زكريا ناصر بيلعب راس حربه ولعب طبعا ناصر محمد علي وينج يمين فاول على مصر اتلعبت ورجع الثاني الحكم بيرجعها هتلعب صغيرة النتيجة لازالت 0-0 وفاضل 16 دقيقة 17 دقيقة لسه ما اتلعبتش الفاول في نص ملعب مصر اهو داخل نمرة 8 ووراه واحد عاوز يشوط وبيقول الحكم يبعده 10 ياردة الحكم بيقول له العب مش راضي يلعب ده يستاهل انذار دبي هو بيقول له العب ودوكا ما يلعبش هو اللي خطر ال 10 ياردات مش انتوا ولذلك قال له العب واتلعب الطويلة ابراهيم يوسف بيرجعها وتطلع في نص ملعبهم محدش ابدا موجود لابس فانيلا عمره جول حتى خدها من خارج منطقة الجزاء الكاميرون 0 ومصر 0 وفات 17 دقيقة لغاية الوقت من الشوط الثاني بيفوت اللاعب بيفوت الكابتن بتاعهم وبيلعبها لعلي حد هيرجعها برافو يا علي بيرجعها الى ثابت البطل بايده الى ربيع ياسين على الارض الى زكريا ناصف عاوز يلعبها بوزوز بوز كازمة ما تمشيش خدها الوجه اليمين خطرة وماشي وقف وبيصلحها تاني برافو ابراهيم يوسف وقف ابراهيم يوسف وانتهى شوي غريب في نص ملعبه شوي غريب دخل خط السنتر وانتهى زكريا ناصف بعيدة قوي وبيعمل مكون كبير قوي نمرة 4 بياخدها ويهوشه وسيبوها تروح لكونو ترجع لنص ملعبهم 15 جومبي ليا بيلعبها ورا لجول بتاعه ونكونو صغيرة ومصر واقفة على خط السنتر ما بيتهاجمش وهم مسكوا الكورة زي أول أنصيم عملوا مرتين ثلاثة كده ومصر عملت مرتين ثلاثة كده بيفضلوا يدوا بعضيهم عشان يسحبوا فريق مصر شوية ومصر عملت كده هو الجول بتاعهم شوف ماشي على بقى على مهله نكونو والكابتن بتاعهم إيفيجا نمرة 14 جنبه لعبة طويلة قدام بيرجعها ياخدها الوجه اليمين بتاعهم ياخدها منه مجدي عبد الغني والواحد ومجدي على مهلك يا مجدي راح له طاهر ابو زيد ادي طاهر ادي على يمينه ربيع ياسين مجدي شوقي غريب ابراهيم يوسف طلع له قدام وحط خط السنتر وبيرجعها ورا لعلي شحاته بيلعبها الى ناصر محمد علي اللي نزل بدل الخطيب بيودوها منه قوي لاعب منهم واقف مع المدرب على الخط لسه ما طلبش التغيير شوقي غريب مجدي عبد الغني ناصر محمد علي علي شحاته ناصر محمد علي داخل والثلاثة رقص واحد هنا اوفر رجع ووقع واداها ورا لعلي شوقي غريب ناصر محمد علي صغيرة مشي مجدي عبد الغني فاول على مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني وبيدا المتعور ولسه بتعالج على الخط هم 10 دلوقتي هينزل نمرة عشرة منهم بدال مبيدة نمرة 8 هينزل نمرة 10 هينزل بدال
مبينة. اللاين باك بيقول له لنمرة 10 خليك عند السنتر اما يشوف مبينة هيلعب ولا لا، لسه في امل يلعب مبينة. الكرة طويلة قدام، امشي يا ربيع ياسين، خش عليه، لونج اليمين خدها ودخل في النص وبيرجعها ورا نمرة 4 وفلان اوفر بيمشي الطويل وبياخدها ترجع لورا نمرة 9. يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، يلا زق ربيع، زق ربيع ووقع في الارض وقام بيغطي ولسه الكرة معاهم في نص الملعب وبيرجعوها لورا ونمرة 10 الظاهر هينزل، الظاهر هينزل، ابراهيم يوسف بيلعبها، زكريا ناصف قدام قوي ما ياخدهاش، ستين منهم، ستين منهم بياخدها يديها للباك اليمين بتاعهم توبي ويرجع ورا خط السنتر 10 ياردات وطويله قدام، طويله قدام، امشي امشي امشي، انت ثابت، انت ثابت فعلا وثابت، وقفها برجله ومشي ومشي ولعبها لربيع ياسين في نص ملعبه، ربيع ياسين اداها لطاهر ابو زيد وخدها منه هات وخد ومشي وبيلعبها لعماد سليمان مش هتعدي الباك اليمين ادي اهو بيت البدال تانجو داكوبي داكوبر داكوبر دانك دانك هنقول عليه دانك كفايه نمرة 10 دانك نزل بدل مبيدة نمرة 10 نزل دانك اول تغيير له واحنا غيرنا ناصف ايضا اللي نزل اهو ناصف محمد علي هو ده اللي احنا غيرناه يلا يا ناصف يلا يا ناصف راحت من ناصف معلش معلش ده بيرقصه انما بيرجعها للجول كورنر كورنر مسكها الجول من بره كورنر ثاني كورنر في صالح مصر صالح كوفي كان 6 كورنر على مصر والوقت فيه 3-6 وفات 22 دقيقة والنتيجة التعادل وقلت لكم ان احنا مجموعتنا غلبت ساحل العاج 3-0 لتوجو فربنا يسهل لان احنا محتاجين ان احنا لعبت كورنر ربما بتوجو يا ازاي دي ما دخلتش الجون الله اعلم كوبا دي اي 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 قنبله 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 طاهر ابو زيد مجدي عبد الغني الثانيه باليمين وجنب الخشبه قنبله اهو راجع مجدي عبد الغني اهو الكاميرا جايباها لك يا ايوه الاولانيه الهيت ازاي دي ما دخلتش الله اعلم مجدي عملها بالهيد والشوطه زكريا نصر يا سلام اللعبتين يستاهلوا جولين والله معلش الجايات اكثر من رايحات لكن مؤكد فريق مصر دلوقتي بيلعب احسن بيلعب احسن وداخل يلا يا ابطال نمر 4 طالع نجيا تروح ياخدها ثاني بره اوت بتاعت مصر بتاعت مصر الاوت من نص ملعبه من نص ملعبه وفات نص الهاف تايم ده 23 دقيقة فاتوا لا زالت النتيجة 0-0 اتلعبت اوام هات وخد هات وخد بيعيد بيعيد اللعبة اهي بتاعت مجدي عبد الغني وناصر وزكريا ناصر اهي شفتوها الاعادة ما فيش بخت معلش معلش نمرة 14 الكابتن ايبيجا بياخدها نمرة 13 ناصر محمد علي وتروح ترجع لنمرة 10 اللي نزل بتاعهم بدل طبعا بدل نمرة 8 بتاعهم نزل بدل مبيدة نزل نمرة 10 ياخدها ويرجعها ورا نمرة 14 الكابتن ايبيجا ايبيجا بيلعبها طويلة قدام معلش حد هيطلعها بره النصر ليه امسكها احسن بلاش تدرك ده ثابت لعبها صغيره لابراهيم يوسف وابراهيم طاهر ابو زيد سابها طاهر ابو زيد سابها حلوه 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 فوتها بين رجليه لربيع ياسين وبياخد له مطره هل هيديله لا اذا مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني في نص الملعب وبيلعبها طويله شوي غريب ما يلحقهاش شوي غريب قصير عمل مجهود ما يلحقهاش معلش الحقيقه الابطال دول مقدرين تشجيع سياده الرئيس وتشجيع رئيس الوزراء الدكتور فايت محي الدين لما قال لهم وتشجيع
انت بسرعه بتاعها 38 والجمهور المصري الحبيب اللي وراهم وجاب 30,000 وبيشجعهم كلهم مقدرين، راحوا امبارح صلوا الجمعه كلهم وصلوا العشاء امبارح وان شاء الله ربنا ينصرهم. نمره 18 بيلعب الكره اودو وياخدها تاني، اودو ياخدها 10 للنادي. على مالك بقى، على مالك يا شوقي، هات وخد. لا دولي دولي تروح لجون نكونو، ونكونو بديها طويله قدام عند الوجه اليمين بتاعهم يحل عليه في خدها، خدها وراحت حمادة صدقي والوجه اليمين لواحد وخش ابراهيم يوسف ويا ابراهيم ادي ورا، برافو ربيع ياسين رجعها ورا الى ثابت وانتهى لعماد. ماشي 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 مصر، مصر ماشي ولعبها بالعرض لناصر محمد علي الى طاهر ابو زيد. فريق مصر دلوقتي بين الكوره حلو قوي، وطاهر ابو زيد مع الكوره وماشي ناحيه الشمال وبيهوش وراح ناحيه اليمين وانتهى ومشي وهيحصلها، هيحصلها ان شاء الله هيحصلها. وفي فاول احنا من كورنر مدي اوت، سيفاي مدي اوت شك كبير. لاعب الاوت الى اودو، اودو نمره 18 اودو بيرجع ورا لنكونو، نكونو ده اللي لعب لكاميرون في كاس العالم 82 في اسبانيا مع انطوان بيل. كره في نص الملعب وبيحلق زكريا ناصر، بتتلعب طويله قدام مشي مشي دخل بيها الاول، دخل بيها الاول، هو دخل بيها الاول. قوم يا بطل قوم طيب ليل. طبعا في هنا حر ورطوبه، وطبعا الحر الدنيا كلها هنا قلبهم وياهم. استنى ما نشوف اللعبه دي هتعمل ايه. اللعبه هي عماد سليمان، شوقي غريب، علي تحاتة الباك الشمال نمره 15 حيمشي وبيلعبها، وبتتلعب للسنتر هاف بيرجعها لنكونو. سيد محمد احمد بنقول له مبروك كسب العضويه بتاعت الاتحاد الافريقي، وخش عليه خش عليه خش عليه لسه وياه، خدها بره قوي. الحقيقه كل الناس هنا وياهم، انتوا عارفين بعد التلفزيون فازل الزور فايز صبر ويلفي مدلو وسمير طلعت والاذاعه احمد الليثي كلهم هنا قعدوا نص ساعه يحاولوا، هو عادي انت قبل الكورنر يا ثابت ما قدرت ما عليك حاول حاول يمسكها ثابت ما قدرش. الصحفيين كلهم ايضا هنا، محمود معروف، اسماعيل البقري، وحاسم زكريا، ومحمد مجاهد، ومحي فكري، صلاح المناراوي، وحسن عثمان، والمنشليني، وخالد كامل، وعبد العزيز ابو عين، ومحمد ابن الدين، ومحمد حنف. وكورنر بتاعتهم لسه من ناحيه اليمين وعتيل شاف. عتيل شاف بشماله في الصد وتطلع بره. سياده السفير ايوب شراره عمل ريسبشن، والاستاذ الثاني المستشار عمل عشاء للفرقه وللاداريين وشركه النصر وشركه الطيران كلهم بيخدموه في الحقيقه. ان شاء الله امشي بتكسب، مسكها ثابت كويس قوي قوي، نعمه من الله. يلا يا ثابت، لغايه دلوقتي النتيجه التعادل، وفات نص ساعه تقريبا و يلا يلا يا ناصر، زكريا ناصر، زكريا ناصر. انتوا عارفين المجموعة الثانية فيها غانا ونيجيريا والجزائر وملاوي. كويس كويس ابراهيم يوسف مشي، يلا يا طاهر يلا يا طاهر، وطاهر انت ورا على مهلك على مهلك. مادي عبد الغني، عبد الغني، عبد الغني، فاول فاول. معلش يا مهدي، معلش معلش. البطولة هتتلعب من 4 ل 18، التلفزيون هينقل لكم يوم 4 و7 و10،
وايضا هيلقوا السيمي فاينلز والفاينل. الفاول هنشوف الوقت في 24 سوي غريب لعبها هوبا جول 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 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر طاهر ابو زيد 1-0 المصري اهو نمره 12 طاهر ابو زيد ده اللي بينفع على وشه هنشوف تاني اللعبه دي طاهر ابو زيد بيحطها في اللعبه يا صلاه النبي 1-0 والمزيكا بتضرب والمزيكا بتضرب مش هقول لكم الجمهور معانا والمزيكا معانا المزيكا بتضرب 1-0 يلا يا ابطال مصر 1 والكاميرون 0 هبيعيد خد بالك اللعبة بيعيدها المرة الثانية اهي لعبة طاهر على مهلك على مهلك على مهلك خش جوه ودخل الجول البطولة هتتلعب من 4 ل 18 التلفزيون هينقل لكم يوم 4 و7 و10 وايضا هينقل لكم السيمي فاينلز والفاينل الفاول هنشوف الوقت في 24 سوي غريب لعبها هوبا هوبا جول 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر طاهر ابو زيد 1-0 المصر اهو نمره 12 طاهر ابو زيد ده اللي بينفع على وشه هنشوف تاني اللعبه دي طاهر ابو زيد بيحطها في اللعبه يا صلاه النبي 1-0 والمزيكا بتضرب والمزيكا بتضرب مش هقول لكم الجمهور معانا والمزيكا معانا المزيكا بتضرب 1-0 يلا يا ابطال مصر 1 والكاميرون 0 هبيعيد خد بالك اللعبه بيعيدها المره الثانيه اهي لعبه طاهر على مهلك على مهلك على مهلك خش جوه وداخل النتيجه التعادل وفات نص ساعة تقريبا و يلا يلا يا ناصر زكريا يا ناصر زكريا يا ناصر انتوا عارفين المجموعة الثانية فيها غانا ونيجيريا والجزائر وملاوي كويس كويس ابراهيم يوسف مشي يلا طاهر يلا طاهر وطاهر انت وراء على مهلك على مهلك مهدي عبد الغني عبد الغني فاول فاول معلش يا مهدي معلش معلش البطولة هتتلعب من 4 ل 18 التلفزيون هينقل لكم يوم 4 و7 و10 وايضا هينقل لكم السيمي فاينلز والفاينل الفاول هنشوف الوقت في 24 سوي غريب لعبها هوبا جول 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 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر 1-0 المصر طاهر ابو زيد 1-0 المصر اهو نمره 12 طاهر ابو زيد ده اللي بينفع على وشه هنشوف تاني لعبه دي طاهر ابو زيد بيحطها في اللعبه يا سلام 1-0 والمزيكا بتضرب والمزيكا بتضرب مش هقول لكم الجمهور معانا والمزيكا معانا المزيكا بتضرب 1-0 يلا يا ابطال مصر 1 والكاميرون 0 1-0 واللي جابه طاهر ابو زيد الدقيقه 31 فاضل 14 دقيقة ان شاء الله نحافظ عليه ان شاء الله يا رب اوت بتاع مصر من نص الملعب هبيعيد خد بالك اللعبة بيعيدها المرة الثانية اهي لعبة طاهر على مهلك على مهلك على مهلك خش جوه ودخل جوه جول اهي والجول مرمي نكونه في الارض واللعبة معاهم في نص ملعبهم الكابتن بتاعهم ايبيكا طويلة علي شحاتة بينجحها علي شحاتة صد ويقع في الارض وياخدها وهو نايم في الارض حمادة صدي بيحوش حمادة صدي بيحوش خدها حمادة صدي خدها وتاني بيقع في الارض فاول على حمادة صدي
طبعا قبل الافتتاح كان الساعه 3 والسجل كله، وان شاء الله هيلصق يوم الاربعاء القادم عشان تشوفوه في مصر. لعبت وراه وراه وتاني قدام بيشبه خالد الطايز 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 الحكم والله من رافعين الطايز. باقي 13 دقيقه على انتهاء المباراه، ومصر واحد والكاميرو صفر، وثابت البطل ترجع له الكوره على مهل امسك يا ثابت امسك بثقه ثابت، ولعبها طويله عند ربيع ياسين، وربيع ياسين بيرقص هيرجعها وده حلوه مدي زكريا ناصر مدي حلوه طاهر طاهر ستة. لا لا بوست الثين بوست الثين بوست الثين ونمر أربعة داخل وياه خدها ودها منه قوي نمر أربعة نمر أربعة نجية ودها قوي عاوز لنا عاوز لنا عاوز لنا نجية ودها قوي نمر أربعة هتتعاد الأول دي تاني هتتعاد ربيع ياسين يلعب ناصر زكريا ناصر جوه فاضي يا راجل عليك زكريا ناصر هناك ناجية الاوت انتوا عارفين ما فيهاش اوف سايد زكريا ناصر واقف قريب للجول يلا كده على دماغه وهو طويل ابدا صغيره يلا بقى يلا طويله 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 ناصر محمد علي حماد سليمان جه هنا وبياخدها من فوق دماغه وتطلع بره اوت والاوت بتاعتهم وبتتلعب من ورا شوقي بيزقق ايوه الحكم طيبه برافو يا علي اشحاته لا ده زقه تمام باينه جدا واضحه الاوت بتاعتهم امسك امسك يا ثابت سابها ثابت اوت برافو يا ثابت باقي 10 دقائق على انتهاء المباراة ومصر واحد والكاميرون صفر في اول مباراة لمصر في كأس بتاع افريقيا للدول ال 14 احنا كسبنا سنة 57 و59 و حلوة 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 وربيع ياسين ياخدها من على خط السنتر وين من على خط السنتر وينقلها يلا ايه رقص ومشي مشي مشي يا عميد سليمان وانت الى ربيع ياسين مصر مسك الكرة الى طاهر ابو زيد يلا يلا راح 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 ما عليك حسن في تغيير هنشوف محمود حسن متهيألي خش عليه خش عليه الانسايد الشمال خطره وهو بره برافو 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 انا بقول برافو لهم لانه حطها فوق الخشبه انما الواحد يدي ثابت البطل حقه ليه؟ لانه طلعته وتوقيته دخل عليه لا بحول خلاه حطها هاي لو ما كانش طلع في التوقيت المضبوط كان حطها جوه الجول انا هتتعادى اهي قلت لك اهو اهو شوف ثابت اهو نايم في الارض وهي بتطلع فوق اهي 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 يا سلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله عماد سليمان خرج ونزل بداله محمود حسن محمود حسن ده معناه كابتن الوحش وفؤاد شعبان وكلهم بدهم يخوض ديفنس ليه لان احنا غالبين وفاضل حوالي 9 دقائق غالبين واحد فعاوز يحتفظ بالنتيجه دي الكره بتروح الى شوقي غريب وبيدي ناصر محمد علي وناصر محمد علي ناصر محمد علي لشوقي شوقي يلا يا شوقي يلا يا شوقي يلا يا شوقي راحت من شوقي راحت من شوقي وصعب الطويله قدام وياه يا حماده وياه يا حماده بره اوت بتاعتنا برافو علي شحاته ما سابوش يلا امسك 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 جاي لك واحد امسك امسكها ثابت وداها الى ربيع ياسين ربيع ياسين
محمود حسن للنزل بس الكره كويس. ابراهيم يوسف الى ربيع ياسين ورا خط السنتر، عدى خط السنتر وماشي وياه السن، لكن ماشي زي السلوك، ماشي زي السلوك، ووقع اللاعب بكره في الارض والحكم مشى الفاول واتلعبت علينا وماشي الهاب الهاب لواحد في نص الملعب قبله يرجع ما تسيبوش ما تسيبوش من نص الملعب. بتتلعب للنمرة 10 اللي نزل بدل 8 بيرجع على بولو وبيلعبها ناحية اليمين، هيلعب الاوفر، حرص بالاوفر دي، حرص بالاوفر دي، اتلعبت الاوفر ابراهيم يوسف بينط نطة حلوة ياخدها لكن ترجع تاني وعلى نفس اللاعب هيلعب الاوفر، لعبت الاوفر يطلعها صدقي، خش بقى خش بقى زكريا ناصر تاني بيرجعه هذا على صدره وابراهيم يوسف في اوف سايد في اوف سايد، لكن الحمد لله كان ابراهيم يوسف بنجاحها الى ثابت البطل. باقي على ساعه ابا 7 دقائق والنتيجه في صالح مصر 1 والكاميرون 0. احنا وصلنا ازاي هقول لكم، مصر فازت على الكونغو 2-0 بعد ما كانت مغلوبه 0-2 وفازت على تونس 1-0 وخدنا ضربات الجزاء انتوا عارفين، والكاميرون وموزمبيق بنجاحها ورا الى ثابت البطل. فازت الكاميرون على موزمبيق وعلى السودان، دول وصلوا ازاي؟ يلا يا ناصر يلا يا ناصر، لا ينصف وراح بعيد معلش. كونو كونو بياخدها نمره 4 نجيا ويرجعها له يلعبها علي شحاته قدام، اجري بقى اجري يا ناصر مش اوفسايد، اجري امشي امشي شوت شوت يا شيخ، لا اوفا يلا لا بتتصد وترجع، انما في ضغط جامد من مصر، يلا يا مصر يلا يا مصر يلا يا مصر، لا ما فيش حد لا نصب من عليها ما فيش حد شوي معلش، لا خش بقى خش 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 بعد الضغط ده، اوعوا حرصوا من اللعبه المرتده، بعد الضغط ده حرص لعبه المرتده المرتده. مجدي عبد الغني بيخش بترجع الكوره ياخدها تاني نمره 13 ويلعبها الباك اليمين المتقدم قدام، هيرفع الكوره هيرفع طويله 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 ابراهيم يوسف تاني بيصلحها خش عليه برافو يلا يلا محمود حسن اللي نزل يلا اجري بقى من الاوفسايد اجري من الاوفسايد مش اوه اوه نوت اوفسايد نوت اوفسايد نوت اوفسايد، انا قصاده اتلعبت لعبه وهو لسه ورا نوت اوفسايد، يمكن انتوا هتشوفوها لو اتعادل. نمرة 4 نجيا، انا قاعد الكشك بتاع اللي بتاعنا بتاع منه في استاد هوف وسيه بالاستاد ده باسم رئيس الجمهورية، بس يا مصري العب بقى العب حلو حلو امشي، لا مفيش حد مفيش حد مفيش حد، فاضل 5 دقايق اثبتوا يا ابطال ال5 دقايق دول لان الماتش ده يفرق كتير قوي. نمرة 10 اللي نزل بدل 8 دانج اسمه يلا 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 راح ثابت ومفيش حد داخل منطقة الجزاء الا ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف وياه اديله مد ثابت يلا وثابت خدها خدها فاضل 4 دقايق ثابت بسكر كويس قوي يا ثابت يلا وشاطها طويلة قدام طاير ابو زيد وياهم وناصر محمد علي سابوها للجول لكونوا كل اللي في الملعب لكونوا بيلعبها طويلة قدام قوي طويلة قدام قوي فاول بي 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 بي. وقف وقف العب العب بيلعبوا كرة صغيرة بيلعبوا كرة صغيرة حلوة لكن خطرة راحت لفريق الكاميرون وتاني هياخدها هياخدها فريق مصر ومشي وتاني حلو ونقلتين حلوين التالتة بقى كملها ياي من نص الملعب مجدي عبد الغني جمهور كله بيدعم لمصر مجدي عبد الغني بيرجعها من نص الملعب ثابت البطل ثابت البطل معاه كورة معاه كورة وهيشوط شوط طويلة اوف سايد اوف سايد لازم ناصر زكريا كان لازم يقف ورا الخط لانه قدام الخط بخطوة واحدة لو كان فضل الخطوة دي كان ما بقاش اوف سايد لعبة الاوف سايد اوام لعبة الاوف سايد اوام ولعبة طويلة قدام
يلا يلا يا سحاسه يلا على سحاسه اوعى تدي الجول العب بعد العب جامد معلش خش عليه خش على ال 14 الكابتن بتاعهم حلوه حلوه ابراهيم يوسف عالي حلوه مجدي عبد الغني وداني فاول فاول في صالح مصر على مهلك على مهلك على مهلك فاول في صالح مصر ابراهيم يوسف اللي هيلعب الفاول فاضل دقيقتين على انتهاء المباراه مصر واحد والكاميرون صفر واللي جاب الجول طاهر ابو زيد بعد 31 دقيقه على مهلك على مهلك على مهلك علي حد هو بيدي الجول ادي يمينك اهو كده يلا شوي يا غريب يلا اديله بس على الغني ادي لونج اليمين ناصر امشي ناصر مشي مشي ناصر والهوا بالعرض يا خساره يا خساره زكريا ناصر بعيد كان عامل فرق كبير قوي اللعبه دي خش عليه خش عليه نمره 10 بيديها على يمينه نمره 10 بيديها على يمينه وبترجع تاني نمره 16 بيشوط بعيد بتصطاد وترجع خش عليه ما تديش فرصه الاول بتاعتنا كل واحد واحد يا رجاله كل واحد واحد يا ابطال كل واحد واحد يتلعب ما حدش ماسك الباك اليمين اللي هيرفع اللي هيرفع والرفعه يلا حماده صدقي ثاني خش كل فرقتنا ورا خدها ومشي خدها زكريا نصر ومشي زكريا نصر ومشي ومشي وهيلعبها ناصر محمد علي هي دي حطه في الجول بقى هي دي اي 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 خلاص مش هيدي بلنتي مش هيدي بلنتي يقوم مش هيدي بلنتي يقوم يا راجل يا ساتر يا ساتر يا زكريا ناصر كنت انت ونار محمد علي يلا يلا ابراهيم يوسف حاسب فاول على مصر بيدقه بيده فاضل نص دقيقة 30 ثانية 30 ثانية اتلعب الاوام خدها علي شحاته وبيطلعها برا بيطلعها برا الواد بيجيبها اوام عشان عارف اهو 44 دقيقة و40 ثانية حتى تفتكروا ان انا بقول من عندي اهو 42 ثانية فاضل 46 ثانية فاضل 12 ثانية على انتهاء المباراة فاضل 12 ثانية وبيبص بتاعته ويبص بتاعته 18 بيلعب على يمينه لسه هتتلعب اوفر امشي الدي امشي الدي ثابت البصل مسكها وتزق وتزقها ثاني وفاول فاول بيضربوا ابراهيم يوسف وبيضربوا ثابت البطل معلش يا ابطل قاموا سلام الاثنين الاثنين سلام الوقت الاصلي خلص وهتشوف الساعه انا ما بقول لك الوقت الاصلي خلص وفات 21 ثانيه الساعه بطلت 49 و56 57 وثابت البصل بيلعبها طويله قدام 58 وصفر الحكم وفازت مصر 1-0 وخدنا نقطتين وسهل العاب كسبت 3-0 واحنا 6-1 قصاد فرقه قويه جدا الف مبروك الف مبروك الكاميرون دي كانت في كاس العالم السنه اللي فاتت في ال 82 في اسبانيا فاكرين انتوا ادي ابطال مصر هم بيحيوكم وبيرسلوا تحياتهم للرئيس بنادي هذا النصر فؤاد تعبان بيسلم عليهم وادي محمد رضوان تحت وادي دول كلهم وكاميرون وكاميرون وصفر ومصر واحد ايجيبت واحد